الناس في مصر بتسأل ممكن تيجي العاصفة دي لمصر ولا لأ؟ طبعا حضرتك اللي هتردي وتفسيرك للأيام اللي فاتت، الجو المتقلب في مصر، رياح قوية بالليل، ساعات بيكون برد. هو طبعا العاصفة الترابية اللي تعرضت ليها الكويت والعراق اليوم وبدأت تتجه بالفعل للسعودية وتحديدا الرياض والدمام، السبب فيها هو طبعا تأثير الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط. هي كتلة هواء باردة بعد ما كان في تسخين ورفع درجات الحرارة أمس وأول أمس، وطبعا درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة، فده عمل على إن التربة كانت مفككة بشكل كبير أمس وأول أمس. مع دخول كتل الهواء الباردة، الهواء البارد بيكون طبعا أثقل بكتير من الهواء الساخن، فبيعمل على اندفاع كميات كبيرة جدا من الرمال والأتربة. بدأ بالفعل يأثر على العراق ثم اتجهت إلى الكويت، وحاليا بدأت تتجه إلى المملكة العربية السعودية. طبعا انخفضت الرؤية بشكل كبير على هذه الدول، ان بعض المطارات تم اغلاقها بسبب انخفاض الرؤية الافقية اللي وصلت لاقل من 100 متر في بعض المناطق وانعدام للرؤية في مناطق اخرى. الطرق طبعا تم اغلاقها بشكل كبير مع توقف بعض المطارات، وخاصة مطار النجف ومطار بغداد تم ايقافهم بسبب العاصفة الترابية. طبعا العاصفة الترابية ادت ايضا لاختناقات وعديد من الاختناقات، لان العاصفة شديدة جدا، كميات الأتربة المندفعة شديدة جدا، صور الأقمار الصناعية بتوضح حجم وكمية الأتربة وإن هي قريبة جدا من سطح الأرض، لم تتجه بعد إلى طبقات الجو العليا اللي هيعمل على تشتت الأتربة مع الأيام القادمة، لكن حتى الآن تعتبر الأتربة قريبة جدا من سطح الأرض، وده اللي مخلي إن الناس مش قادرة تستحمل، والاختناقات عدد الناس اللي أصابت بالاختناقات بدأ يزيد بسبب شدة الرمال والأتربة. طبعا هل هي تتجه لجمهورية مصر العربية أو لا؟ فهي بعيدة تماما عن جمهورية مصر العربية، لأن إحنا بنتأثر بكتلة قادمة من البحر المتوسط من غرب ليبيا وجنوب أوروبا، فده معناه إن إحنا مش هنتأثر بأي كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية لو في حالة إن الرياح لكن كانت بنتأثر بالكتل الباردة اللي جاية لنا من أوروبا. حقيقي فعلا. طب فده طبعا هيخلص بسبب إمتى العاصفة الكلام ده يا الجديدة دكتورة عندنا إيمان؟ دلوقتي. احنا طبعا يعني يعتبر الاجواء ربيعيه معتدله بننعم بيها وبنتاثر بيها، يمكن على حتى الان برغم ان احنا عدينا نص شهر مايو، لكن ما زلنا بننعم باجواء ربيعيه، تعتبر درجات الحراره في المعدلات الطبيعيه، يمكن كان في استثناءات في بعض الايام اللي ارتفعت فيها درجات الحراره، لكن بصفه عامه الطقس بيكون حر اثناء فترات النهار وخاصه مع طلوع اشعه الشمس، اما اثناء فترات الليل مجرد دخول فترات الليل بتنخفض الحراره والطقس بيكون لطيف جدا على معظم المناطق وخاصه المناطق الشماليه. طبعا ده مستمر معانا ان شاء الله اليومين القادمين، لكن هذا الاسبوع هنشهد مع نهايه الاسبوع ارتفاعات طفيفه في درجات مجهرة. الحراره، يعني هنوصل لحوالي 34 الى 35 درجه العظمى على القاهره، وجنوب البلاد هتوصل من 41 الى 42 درجه مئويه. أنا بشكرك جدا دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا ليكي.